السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تن ومشاهدي برنامج فيكم الخير. حلقة جديدة النهاردة بنتكلم عن الخير، واوعوا توقفوا الخير عندكم، خلوه دايما موصول. اعتبروا الخير نهر بيجري في حياتكم وفي حياة أولادكم. علموهم حب النبي، وعلموهم دينهم، وعلموهم أن أهم حاجة هي العبادة، وبعدها يجي أي حاجة تانية. بنكرر الترحيب بحضراتكم، بنرحب مع حضراتكم بفضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي. أهلا بك يا شيخ إبراهيم. يا أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير وخير المشاهدين. وحضرتك بألف خير. بنتكلم عن العبادات، ومن أهم العبادات اللي مش هنقول منسية ولكن مش مأخوذة بنية العبادة، عبادة جبر الخواطر. وقد إيه يعني هي عبادة مهمة، وعبادة عليها أجر وثواب كبير قوي قوي قوي. تمام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان من أكتر الناس اللي بيجبر بخاطر كل اللي حواليه، ومن أشهر حكاياته الحكاية بتاعت الطفل الصغير لما قال له لقى طفل بيعيط وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير. احنا ازاي نوصل لعبادة جبر الخواطر زي سيدنا النبي لما يقعد جنب طفل، انت لقيت طفل بيعيط بس بقى بطل ذنب، ما بنحاولش حتى نشوفه بيعيط ليه. فنعمل ايه عشان نوصل لمرحلة يبقى جبر الخواطر في حياتنا عبادة مش مجرد يعني كلمة بتتقال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جبر الخواطر على الله، ونعم كلمة بنسمعها دايما فعلا. يقول لك يا أخي جبر الخواطر على الله، جبر الخواطر على الله. صحيح صحيح. الصالحين قال أحدهم يوما: ما رأيت بابا يوصل إلى الله أسرع من جبر الخاطر. صحيح. عبادة جبر الخواطر هذه تعلمناها من القدوة لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان جابرا للخواطر، جبر خاطر أهله، زوجه، ولده، أصحابه عامة المسلمين. صحيح. فإذا قلنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطر أهله؟ أولا ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا على أهله ولا ضاربا لهم ولا مشاحنا لهم. ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مساعدا لأهل بيته. صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. صحيح. وأنا خيركم لأهلي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يقم البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاة، فإذا ما أذن المؤذن خرج وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا كان يعني مش عيب يا شيخ إبراهيم، يعني بدون قطع كلام حضرتك، مش عيب إن الراجل يساعد أهل بيته، عشان إحنا دلوقتي بقينا في مجتمع الراجل اللي بيساعد يقول لك ده مراته ماشياه وده ما مش ممشي كلامه في بيته، وإن هو مش 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 راجل من الآخر، عشان لمجرد إن هو بيساعد أهل بيته في عمايل البيت وفي حاجة البيت. ليس العيب في من يخدم، ولكن العيب في من يتغابى ويقول ذلك. صحيح. الراجل اللي يقول أو الست اللي تقول إن الراجل اللي بيخدم في بيته وبيساعد أهل بيته زوجته ده مش كذا، لا بالعكس، اللي ما بيعملش كده هو اللي مش كذا. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لست أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جابرا للخواطر. صحيح. كان يقم البيت. ثم أن سيدنا عمر بن عبد العزيز يوما انطفأ السراج وهو في حضرة اجتماع مهم جدا للدولة، فقام يوقد السراج بنفسه، فاللي قاعدين يقولوا له أنت أمير المؤمنين اجلس أنت ونحن نوقد السراج. صحيح صحيح. فقال هذا الرجل كلمة خالدة على مر التاريخ: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. صحيح. فخدمة الرجل لأهله صحيح جبرا لخاطرهم، يكون في أعلى عليين، يكون مرضيا عليه من الله.
خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يكون مرضيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا مرضيا في أهل بيته، يذهب الشحناء ويذهب البغضاء ويذهب ما عساه أن تكون الوحدة قد أثرت عليها. ست احنا سايبينها بين أربع جدران وانت طالع في الشغل بتاعك ساعات عديدة جدا، ارجع أجور بخاطرها واسمعها لما تحكي لك الحكايات اللي من وجهة نظر الرجالة تافهة، وفلانه كلمتني وغسلت والولد عيط، اسمعها يبقى ده جبر خاطر ليها برضه. كل القضيه التي نطالب بها هن نطالبهن بها صحيح، بنقول لها ما تخليش الراجل جاي وتدخليه في مشكله قد يكون تسد نفسه عن الاكل، تعمل له مش عارف ايه، تعمل او تعمل مشاكل يعني، طبعا مش يعني مطالب من المشاكل، تستنى ولكن بالمشكله، تستنى بالمشكله لحد ما ياكل. لا هي تبقى عايزه ترغي يا شيخ ابراهيم، عايز تحكي اللي حصل في اليوم، هي دي كل مطلوب من الراجل انه يسمع الست، احنا مش عايزين اكتر بس من احنا عاوزينها برضو تتنها تتنها ما ترغيش الا لما ياكل ويشرب. لا طبعا عندك حق دي. لو على ذكر كلام حضرتك كمان عايز اضيف حاجه مهمه، سيدنا النبي حتى حبيبته وحتى جميع المسلمين كان بيكبر بخاطرهم، حتى غير المسلمين يعني اليهودي اللي كان بيرمي الزباله قدام بيته ولما انقطع عن رمي الزباله سيدنا النبي راح سال عليه. احنا قلنا جبر الخواطر يعني بس في البيت الاول ثم في الاولاد صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام كان يداعب الاولاد ويلاعبهم صحيح. ويلاعبهم صحيح. ويجري خلفهم في الطرقات، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يضع يده على راس الولد كان الولد يعود وتقول له امه هل قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ لماذا؟ لان ريح النبي مسك. الله شمت ريح سيدنا النبي في الطفل بايد النبي الله. كانت عليه الصلاه الله. والسلام كان يعلم في طيب عايز اعرف بقى بما اننا في الايام الحلوه دي وايام المفترجه زي ما بنقول، ايه علاقه جبر الخواطر بالصدقه؟ هي زي هذا هو الجانب العملي لجبر الخواطر في الصدقه. انت حضرتك شايف جارك مسكين يتيم أرملة بتربي في يتامة، هي سقفها واقع ما عندهاش مية، مسكينة ما مش لاقية ما عندهاش دخل ثابت، ده جبر الخواطر بقى، ده جبر الخواطر. فلنجعل من عبادة جبر الخواطر نأخذ منها الجانب العملي، أن يخرج الإنسان ما في جيبه حتى يصل إلى هؤلاء المستحقين، ونحن في شهر رمضان فليعلم المنفق أن الله سبحانه وتعالى سينفق عليه. صحيح. انت هتجبر خاطرهم وهينبسطوا وهيدعوا لك وربنا هيستجيب لهم، انت هتستفيد 20 مرة، انت هتنفق مرة واحدة هتستفيد 20 مرة. تستفيد أن يغفر الله ذنبك لأنك تصدقت. تستفيد أن يستر الله عيبك لأنك صحيح. تصدقت. صحيح. تستفيد أن ييسر الله أمرك لأنك تصدقت. صحيح. تستفيد أن يهدي الله ولدك لأنك تصدقت. صحيح. تستفيد أن ييسر الله لابنتك زوجا صالحا وأن ييسر لها أمور حياتها وأن يرزقها الولد أيضا لأنك تصدقت. تستفيد أيضا يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يظلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ويبارك في مالك كمان اللي انت خايف عليه، يعني المالك اللي انت تصدقت منه ده الصدقة هتخلي المال ده يزيد ويبارك، يبقى مال فيه بركة ما يبقاش مجرد مال موجود عندك، ما نقص مال من صدقة، من صدقة صحيح. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صحيح. وتزكيهم بها. وتزكيهم بها. طيب تعالى بقى نشوف مع حضرتك جبر خواطر الناس الطيبين بالأبار وفرحة الناس وبالأبار لما اتحفرت لهم وبالمية، يعني خلينا نقول بقى شوف قد إيه جبر الخواطر في المية في الأيام الحر دي، وكلنا عطشانين عشان الصيام. كل سنة وحضراتكم طيبين، نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية. وبحتاج لك وده وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطبت الأصل، ماليش غيرك أكيد لكن يا رب يبارك لكم واسترها عليكم ويجعلكم في ميزان حسنات، يا رب يجعله في ميزانات حسناته ويجعله مستور في الدنيا وفي الآخرة. وجودك شيء مكملني لأن الله سبحانه وتعالى يدعوكم لتنفقوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله سبحانه وتعالى يدعوكم لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا
رب يصلح حالكم، وكنا طافين الدم في الأمية، ربنا عطانا أمية حلوة، يا رب يصلح حالكم ويكثر من الحسنات. يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، سيتمنى كل الناس الأغنياء أن لم تكن مرت عليهم ساعة ولم يتصدقوا فيها، لما يعلموا من خير ينزله الله تعالى على هؤلاء المتصدقين. الناس كلهم حيارى إلا أهل الصدقة، الناس كلهم عطاشة إلا المتصدقون. وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأطفال، وش عارف ميزان حسناتكم تعود عليكم اليوم بخير، ويخلي عيالكم يكفوكم شر ما تأتى في الغير. أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض. يعني أعتقد مفيش جبر خواطر أكتر من كده، الأطفال طلعوا فوق الحنفيات يا حبايبي، مش بيشوفوش المية بهذا الكم والرخاء. هو الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، مؤسسة فعل خير خادت الجانب العملي من جبر الخاطر. فحضرتك شفتي الآبار وكسرتها، شفتي وصلات المية وكسرتها، شفتي السقوف اللي احنا عملناها ما أكسرها. يعني احنا كنا يعني عاملين كده في حدود 1000 وصلة مية في شهر رمضان، وعاملين في حدود الأكثر من 400 بير في شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا ب 600 وصلة فاضل 400. طب الحمد لله ما شاء الله. طبعا لسه نص رمضان ما عداش، الحمد لله لسه الحمد لله، ان شاء الله نعمل اكتر من عدد المطلوب. لما نعمل 400 وصلة الاقي واحد يقول لي انا علي 5 وصلات، علي 10 وصلات، واحد تاني يقول لي انا عندي 50 وصلة مية، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويقدرنا عشان نجبر خاطر الناس اللي هم عاوزين المية. اما قصة الابار في مطروح وفي بني سويف، احنا عاوزين 100 بير ما زلنا في بني سويف، وعاوزين 50 بير في مطروح برضو، عشان ما يقولوش ان الشيخ عمال يقول بير ووصلة. هقول لهم على اسعار الشغل بتاع الوصلات والتصدق بتاعه. عندنا الوصلة ب3000 جنيه، عندنا السهم في البير ب5000 جنيه، عندنا البير كاملا ب30000 جنيه، عندنا كمان صك النخيل. خلاص احنا هنبدأ نزرع مباشرة هذه الايام، لان الجو خلاص حرر وبقى جميل، هنبدأ نزرع النخيل بتاعنا. صك النخيل ب5000 جنيه، صك النخيل البرحي وليس غيره، صك النخيل البرحي اللي هو بعد سنة على طول من زراعته عندنا ان شاء الله في ارض المؤسسة، بعد سنة مباشرة بينتج 300 كيلو، ثم يزداد انتاجه الى ان يصل الى 600 كيلو، وعمر النخلة فيه 70 سنة. ما شاء الله عمر النخلة 70 سنة، ما شاء الله أكبر من عمر الإنسان. عندنا صحيح. كمان صك في السهم في محطة تنقية المية 15000 جنيه، عندنا سهم في المسجد ب5000 جنيه، عندنا السهم في السقف ب5000 جنيه. لو جبرنا خاطر الناس دول، ربنا سبحانه وتعالى هيجبر خاطرنا. ويروى أثرا جميلا، من عاش صحيح. جابرا للخواطر نجاه الله في جوف المخاطر. الله سبحانه وتعالى يجبر خاطر عبده ويحن عليه ويمسح بيديه الشريفتين عليه، ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى من عبده الغني إلا أن يجبر خاطر الفقير، ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى حتى لما ربنا سبحانه وتعالى قال اذبحوا، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صحيح. هو ربنا سبحانه وتعالى عاوز جبر خاطر لليتيم، صحيح. امسح على راسه، مظبوط. يديه عشان يجيب طقم للعيد، ابتسم في وشه، يديه يلبس حاجه في رجله عشان ما يمشيش حافي، مظبوط. في يوم العيد، يوم الفرحه، يوم الجائزه الكبرى، مظبوط. هو هيبقى فرحان ويبتسم، وانت هتاخد الاجر. انت مجرد انك تدفع، ربنا سبحانه وتعالى بيقعد لك ملائكه كل يوم يكتبون لك، كل يوم، يعني مش اول مرة بس وخلاص، لا مش كل يوم. الولد وهو بيلبس فرح، انت هتاخد اجر. الولد وهو ماشي مع اصحابه ابتسم، انت هتاخد اجر.
الست دي بدل ما كانت بتروح تخبط على جيرانها وتاخد الميه ويقولوا لها فيه او ما فيش ويسكوا في وشها مره ويكشروا في وشها ميه مره، انت لما تركب وصله الميه وهي تحفظ لها مأوى صحيح، تفتح الحنفيه وترضي ربنا سبحانه وتعالى، تتوضى منها وتصلي في بيتها صحيح، تبص للميه وتحمد ربنا، كل ده ذكر. انت المأجور عليه من باب يساب الرجل رغم انفه. صحيح. الله تعالى امرنا بان نجبر خاطر الناس وهو الجابر الاصلي للخواطر. صحيح. كيف هنشوف بقى ونعرف كيف بعد ان شاء الله باذن الله، ما شوف مع حضراتكم تقرير في عمل خير جديد من اعمال مؤسسه فعل خير، خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم من مره تانية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تفعل الخير خير لك، وإن تمسكه شر لك. يا عباد الله، هذا بيت الله يناديكم لا ماء فيه، يأتيه الرواد لا يجدون ماء فيذهبون بدون صلاة. مسجد عاوز مية، ما فيش مي، ناس توضى وتصلي وديروا، والعيال اللي يقروا في النية عايزين مي، وان ما الذين وني واحد يجي يتوضى ويصلي ما يلقاش مي يروح. بص على منظر المسجد معايا، مسجد محتاج فرش، محتاج دورة مية، محتاج بير عشان الناس تتوضى منه يشربوا منه مية. مين هيقول النهاردة انا هعمل الناس دي بير واخد ثوابين، ثواب سقيا الماء وثواب كل من دخل الى المسجد ليصلي. اشهد ان لا اله الا الله. والله احنا هنا محتاجين ميه صراحه، عندنا المسجد ده مفيش بير جنبيه خالص، ولا في حمامات حتى نتوضى فيها، والناس عشان تيجي تتوضى هنا مفيش ميه خالص، وبيوجه اغلب الناس معش يجي يقول لك معروف المسجد ده مفيش ميه، روح نشوف مسجد تاني. يقول الله تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. وبما اننا بنتكلم عن جبر الخاطر، مفيش اجمل من انك تجبر بخاطر بني ادم كل اللي هو عاوزه، عايز يصلي، عايز يتوضى ويصلي، عايز يعبد رب العالمين. فتخيل لما حضرتك تكون سبب في ان بني ادم يعبد ويصلي ويعمل الفرائض بتاعته اللي هي ابسط حاجه على وجه العالم كله ان الواحد لازم يعملها، فيعني ده جبر خاطر من النوع الكبير قوي قوي يعني. بفضل الله سبحانه وتعالى احنا مش شغالين على باب الميه بس، انا عارف ده كمان شغالين على ابواب المساجد. احيانا بنلاقي مسجد كامل بس عاوز ميه، احيانا بنروح نلاقيهم عاملين تحويطه بالجدران كده وبيصلوا في قلبها على الطوب على من غير سقف. فهذا المسجد في اللي احنا عرضناه دلوقتي حضرتك نوعية من أنواع المساجد اللي احنا بنعرض إليها في شغلنا. محتاج بير مية، جه عليهم رمضان ودنا لهم نحل المشكلة مؤقتا في رمضان، ودنا لهم فنطاس كده وملناه مية، بس ده هيكفي إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ صحيح. أنا مش عاوز أنا أخد الأجر، حضرتك أنت اللي عاوز الأجر، انت اللي عاوز الاجر، انت اللي عاوز ربنا يظلك بظله يوم لا ظل الا ظله. انت عاوز ربنا سبحانه وتعالى يشفي المرض، سواء كان والد، سواء كانت والده، سواء كانت زوجه، سواء كانت ابن، سواء كان غير انت شخصيا. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقه، واعلموا ان الصدقه في المساجد، لان خير انواع الصدقه انك تعمل ميه وفي مسجد، في بيت من بيوت الله يعني، لأن البيت بيت الله. صحيح. والمال مال الله. صحيح. فلا نبخل بمال الله على بيت الله. هنعمل بير للمسجد، وده على فكرة مسجد من 40 مسجد عاوزين أبار. زي ما نبهت وذكرت إخواننا المشاهدين وأولادنا وأمهاتنا الجمال، قلت لهم إن البير ب 30,000 جنيه.
البير ب 30,000 جنيه بياخد من 100 ل 120 طن ميه يكفي 4000 سنه كامله. ما شاء الله 4000 سنه كامله. تخيل الحسنات الجاريه اللي بجد. تخيل حضرتك يعني وطول العمر فعلا يكفي طول العمر 4000 سنه. مين هيعيش 4000 سنه يا شيخ؟ يعني يعني القضيه قضيه انك تدي عشان ربنا يديك. صحيح. انفق انفق عليك. ولذا قال الله تعالى يا ابن ادم انك ان تفعل الخير خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدا بمن تعول. ونبه الله سبحانه وتعالى على المتصدق قال له اداله هديه قال له اليد العليا خير من اليد السفلى. صحيح. كما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد في يوم من الايام جاله واحد قال له الدين اداله. بعد ده ما مشي جاء واحد تاني قال له هات انا عاوز صدقه اداله. تالت اداله لحد ما خلص اللي معاه النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد ما خلص اللي معاه دخل واحد تاني وقال له يا رسول الله اريد صدقه. فقال والله ما معي ولكن اذهب وابتع علي. يعني ايه؟ روح اشتري من الدكان على حسابي. ففي واحد من الصحابه بلاش واحد سيدنا عمر بن الخطاب زعل وقال له يا رسول الله لم يكلفك الله ما لا تطيق. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فوقف صحابي آخر وقال أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بذلك أمرت. كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر المحتاج وما رجعوش مكسور الخاطر؟ ما رجعوش مكسور الخاطر. ما فيش حاجة تكسر الراجل إلا إن ابنه يقول له أنا عطشان وما يعرفش يسقي. طبعا ان ابنه يقول له انا عاوز كذا ويبقاش معاه. صحيح. فانا لما اكبر خاطر ابنه يبقى عيان وما يعرفش يعالجه دي كارثه اكبر. لما 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 اكبر خاطر الاب ده ويرجع مبسوط ويعمل لاولاده اللي هو محتاجه يدعي لك فربنا يستجيب منه. الله سبحانه وتعالى هو جابر الخواطر الاصلي. طبعا جابر طبعاً. الخواطر الاول طبعا وعيشنا احنا في هذا الامر. دي من احلى الدعوات اللي ممكن حد يدعي لحد يقول له روح ربنا يكبر بخطر. ربنا الله ربنا يكبر خطر. كلمه جميله. صحيح. سيدنا موسى كان في سنه من السنين السماء ما مطرتش. فجمع الناس وقال لهم احنا عاوزين نصلي صلاه الاستسقاء وندعي ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكبر خاطرنا وينزل الميه المطر وينزل المطر علينا. فسيدنا موسى وهو النبي خطب الناس لحد ما رقق قلوبهم ودمعت اعينهم وخشعت قلوبهم والميه ما نزلتش. يستنى شويه سيدنا موسى ويقوم تاني يصلي ويقوم تاني يدعي ربنا برضه الميه ما نزلتش. فقال الله تعالى وكان كليما لربه. صحيح. سيدنا موسى طبعا فصعد على الجبل وقال يا رب دعونا ولم ينزل المطر. فقال الله تعالى يا موسى إن بينكم عبد عصاني 40 عاما ولن أنزل عليكم المطر حتى يخرج من بينكم. فرجع سيدنا موسى وخطب في الناس وقال ليخرج من بيننا الآن رجل عصى الله 40 عاما قال لي ربي إنه لن ينزل المطر حتى يخرج من بينكم. فالراجل عارف نفسه بس مش قادر يطلع فبص وقال يا رب انا بين نارين لو طلعت الناس هتفضحني هيتفضح. صحيح. ولو قعدت الستر هيتكشف ولو قعدت الناس هتموت الناس من العطش وليس لي سوى بابك. يا سبحان الله. فان تركت 40 سنة عصى 40 سنة يا حول ولا قوة. فان تركت الباب هل تقبل توبتي يا رب تبت إليك توبة نصوحا ولن أعود لذنب أبدا. يا رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها علي فأعزيها؟ يا رب ليس لي إلا أنت رحمتك وسعت كل شيء. فدعا موسى ربه فأنزل الله المطر أنزل الله المطر. ثم خرج موسى يخاطب مولاه ويكلمه وقال له يا رب نزل المطر ولم يخرج أحد. فقال الله تعالى وهو جابر لخواطر عبيده يا موسى تاب عبدي إلي توبة وقبلته
توبة لو وزعت على الناس كلهم لوسعتهم يا موسى إن عبدي تاب إلي. فقال موسى يا رب أفلا تدلني على اسمه. هنا جبر الخاطر خلي بالك ربنا بقى جبر الخاطر اللي هو ما رضيش يقول خلي بالك بقى حضرتك فبيقول له طب قول لي على اسمه عشان اشكره ولا عشان قال له يا موسى عصاني 40 سنة فسترته أيوم تاب إلي أفضحه. الله يا هنا جبر الخاطر جبر الخاطر صحيح. شفت واحد بيعصى ربنا سبحانه وتعالى لا يعني فربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا ويجعلنا من جابرين الخواطر يا رب. يا رب اللهم امين ربنا يرزقنا يا رب توبه نصوح قبل الموت يا رب العالمين. ونشوف مع حضراتكم مثال حي اخر لجبر الخواطر برضه في تقرير الافعال حاجه من يعني عمل خير من اعمال مؤسسه فعل خير نشوفه مع حضراتكم ونرجع لكم مره ثانيه انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. هذا المسجد مبني بالحوائط لكن غير مسوف ما فيهوش سقف ما فيهوش بلاط ما فيهوش فرش ما فيهوش غفاء ولا اي امكانيات. الناس هنا بقول لهم انتوا بتصلوا هنا قالوا احنا بنصلي الاوقات لكن الجمعه بنروح نصلي 2 كيلو و3 كيلو على ما يصلي الجمعه. ده اللي يقدر واللي ما يقدرش اهو بيقعد وربنا سبحانه وتعالى بيغفر. يا اهل الخير عايزين نصب المسجد. المسجد احنا بيننا وبين القرية 3 كيلو ما كناش نركب مواصلة واتنين ما كانش متسوقلي معانا توك توك عربية ما كناش نطلع برا ما ينفع. بنصلي هنا بنصلي زي ما انتوا شايفين كده. احنا بنطلب من اهل الخير انهم يرفقوا بحالتنا وبحالة المسجد ده. بيننا وبين المسجد 3 كيلو ما كناش نركب في مواصلة ما بنروحش نصلي فبنضطر نصلي هنا في الشمس وفي النطرة وفي الهواء وفي كل حال. فربنا تبارك وتعالى زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو بنيت حتى ولو رجل عصفورة مكان تصلي فيه العصفورة ربنا تبارك وتعالى يبني لك بيت في الجنة. بإذن الله رب العالمين أنا ببشركم مؤسسة فعل خير احنا دلوقتي معاك هنصلي الظهر معاكم في المسجد زي ما هو كده اهو باذن الله تعالى المره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين هنصلي في المسجد ده وهو كامل. كده احنا بنصلي في الجامع في كده ما فيش سقف ولا محاره ولا صبه ولا اي حاجه ولا بنصلي على الارض كده تي وعايزين كده تي تقفوا معانا كده وقفه خير باذن الله وربنا يستعين من عندكم انتوا كده باذن الله. الله اكبر الله اكبر. بنتمنى جدا جدا ان احنا في اقرب فرصه نعرض فيديو تاني لنفس المسجد اللي لسه شايفينه دلوقتي وهو كامل ومكتمل ومش ناقصه اي حاجه باذن الله. المسجد حضرتك الاولاني في مطروح محتاج ميه. هذا المسجد في الفيوم عاوز سقف وعاوز نجاره وعاوز محاره وعاوز بلاط وعاوز سباكه وبرده عاوز بير. باجمالي تكلفه تزيد على 80 او 90,000 جنيه في والمسجد ان شاء الله يبقى مكتمل. كمان احنا عندنا احتياجات عاوزين نكمل 1000 وصلة مية فاضل منهم 400 وصلة ان شاء الله وعاوزين 50 بير في مطروح وعاوزين 100 بير في بني السويف.
بذكر اخواننا المشاهدين وبقول لهم ان وصلت الميه ب 3000 جنيه، السهم 5000 جنيه في البير، البير كاملا ب 30000 جنيه، السهم في المسجد 5000 جنيه. باذن الله تعالى اهل الخير دايما فينا وفيكم الخير، مستنيين تبرعاتكم لمؤسسه فعل الخير. سيدنا النبي رعى الغنم وسافر وتاجر وعمل حاجات كتير جدا وهو لسه عنده 12 سنه. ربوا ولادكم على الرجوله وعلى السفر وعلى الشغل، وما تخافوش عليهم هيكبروا وهيشكروكم على التربيه دي. واعملوا الخير وساعدوا المحتاجين وقفوا جنب بعض، واوعوا تنسوا الصدقه، صدقه بركه والبركه خير، والخير دايما بيسيب جمال ومحبه في نفوس الناس. اعملوا الخير ورموه في قلوبكم، اوعوا ترموه في البحر. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه بكره، ودايما فينا وفيكم الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.